والرئيس الحريري ما عم يترك ولا جهد خلال العمل الحكومي للتقدم بأفكار ومشاريع وإنهاء ملفات يمكن ما بيعجبنا بعضها. يمكن أنا شخصيا بتحفظ على اسم أو اثنين، بس أنا ما في أنكر ولا دقيقة أنه التعاون بين الرؤساء عون وبري والحريري، مع أنه لا أبو مصطفى زعلان شوي بسيطة إلى حل. قلبه كبير وبيساع ما فيه، بس بكل الأحوال بدي أقول أنه هذا التعاون هو اللي ثبت الاستقرار. نحن أنجزنا كتير إشياء ممكن بيبين نتائجها، سواء ما يتعلق بالتشكيلات الدبلوماسية اللي أنا ما موافق على بعضها، أو التشكيلات القضائية اللي أنا أيضا مش موافق على بعضها، أو الشراكة مع القطاع الخاص اللي بدها تفتح آفاق أمام تنفيذ مشاريع من خارج مالية الدولة اللي ما بتتحمل. في كتير مشاريع ممكن تنفيذها، للإعلان عن إنهاء المراسيم أو العناوين اللي متعلقة بالنفط، واللي هي ولو تحفظنا عليها رغم كل اللي بتسمعوه هي باب خير لكل اللبنانيين، ووعد بالخير، ووعد بأنه إن شاء الله خلال سنة اثنين ثلاثة أربعة هتفتح قدام اللبنانيين آفاق اقتصادية وتحل كتير من مشاكلهم. وهيدي حقيقة، ما بدي أحكي عن حرص الرؤساء، بدي أحكي عن المثابرة والمتابعة للرئيس الحريري كل الوقت، لدرجة أنه من يومين ثلاثة قلت له أعطينا حبة من هيدي اللي بتنشط هالقد، إن شاء الله عليك من الصبح الساعة 9:30 عامل موعد بالليل.